هيا انصرف من هنا، هيا. لن انصرف من هنا قبل ان احرق هذه السفينة. هيا انصرف من هنا حالا والا عاقبتك. اي عقاب تملكونه ايها الضعفاء؟ هيا انصرف واطفئ هذه النار، هيا. لقد جئت لأقوم بعمل كبير يذكرني به قومي. وما هو هذا العمل يا رجل؟ أن أحرق السفينة لكي أقضي على نوح ورسالته للأبد. روحي فداء لهذه السفينة. من أنت؟ لا يشغلنك من أنا يا حام، اتركني وإلا أحرقتك. لن أتركك ولو كان الثمن روحي. من؟ ظلوم؟ لماذا تريد أن تفعل هذا يا عدو الله؟ إنني أحمي آلهتي مما تفعلون. بل أنت تحمي نفسك أيها الشقي. لابد أن يذكرني التاريخ للأبد. ألم أقل لك إن هزيمة نوح قادمة؟ إن نصر الله آت يا قويسة. لقد احترقت كل أخشاب المدينة ولن يكون للسفينة أي أثر. كيف تجرؤين على معاداة نبي الله؟ هل تصدقين أنه نبي؟ نعم إنه نبي مرسل برسالة التوحيد. وأنا أقول لك إنه مجنون، مجنون. وأنا على يقين أنه رسول من عند الله. لك ما شئت، ولكنكم لن ترثوا هذه الأرض. الله سيرث الأرض ومن عليها يا قويسة. يا لك من حمقاء، حمقاء. أردت أن أكون جديراً بقاصرة، فحاولت أن أحرق السفينة كي أنال رضاها وأكون كبيراً في عينيها، ولكنني فشلت. نحن لا نعلم في أي شيء يفكر هؤلاء القوم. أحلم باليوم الذي سنترك فيه هذه البلدة. ثقي أن ما نحن فيه لن يستمر مهما طال الزمن. إني أتعجب من موقف والها. إن الهدى هدى الله. نوح زوجها يا حام ووالد أبنائها. ماذا نملك نحن؟ لقلب أغلقه الله بحكمته. أصبت. وماذا عن بناء السفينة؟ ننتظر عودتهم بالأخشاب سريعا. أتظن أنهم سينجحون فيما يسعون إليه؟ أتمنى ذلك من كل قلبي. اللهم انصر نبيك نوحا. لقد هربت هوزاء مع علية القوم. أظنهم لن يعودوا إلى هذه البلدة أبداً. وربما عادوا مرة أخرى. علينا أن نكون على أتم الاستعداد لهم. حتى وإن عادوا، حتى وإن دخلت هوزاء في دين نوح، لقد انتهوا تماماً. رجوع هوزاء مرة أخرى سيمكن كنعان من الزواج بها. كيف هذا؟ لا أفهم ماذا تقصدين. إذا فرضنا أن السامق فشل في إعادتها، ثم ماذا؟ ونجح كنعان في هذا، سيكون لكنعان مكانة كبيرة في القرية عند السراجي. وتكون هذه الخطوة في غاية الأهمية نحو ضرب نوح نفسه. على أساس أن ولده أعاد هوزاء إلى عبادة الآلهة مرة أخرى. إنني أخطط للقضاء على نوح بكل مكر وذكاء.
يا آلهتي، يا ود، يا سواع، أعيد إلي ولدي مهدي وسأعطيكم كل ما أملك. يا آلهتي العظيمة، أريد الزواج بقاصرة التي أحبها. يا آلهتي، صبوا غضبكم على نوح ومن معه. أعينوني يا آلهتي، إني أريد الزواج بها. يا آلهتي، لكم مني كل ما أملك، فقط أعيد إلي ولدي مهدي. إذا تزوجت قاصرة فسوف أخدمكم يوما واحدا في الشهر. ما هذا الكلام؟ يا لك من عابد بخيل. لماذا يا قويسة؟ تعطي الآلهة يوما وتعطي لقاصرة بقية الأيام؟ وهل الآلهة في جمال قاصرة؟ تبا لك ولأمثالك يا ظلوم. يا آلهتي، صبوا غضبكم على قويسة. إنها أخشاب قليلة ولن تفيد كثيرا. لا نملك إلا أن نحملها، هذا ما استطعنا جلبه من أخشاب. لابد أن نجلب المزيد منها. نحن نفعل ما بوسعنا لإتمام ذلك. إن قومنا يحاربون نبي الله من أجل أصنام لا تنفع ولا تضر. إنها غشاوة على أعينهم، فلا تحزن عليهم. ماذا لو آمن هؤلاء الناس؟ هم الذين اختاروا طريق الضلال. اللهم انصر نبي الله. ما الذي جعل هؤلاء الناس يحملون الأخشاب بهذا الشكل؟ إنه الإيمان واليقين بأن ما يفعلوه هو الحق، وأن نوحاً هو نبي الله أرسله بالهدى، ولكن أكثر الناس لا يفقهون.